السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا. كشف الناخب الوطني وحيد خليلوجيتش عن لائحته المستدعاة للمشاركة في المعسكر التدريبي القادم للمنتخب المغربي خلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الأربعاء بالمركب الرياضي محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة. وشهدت اللائحة غياب متواصل لحكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي والمهاجم عبد الرزاق حمد الله، مقابل عودة بعض الأسماء كنصير مزراوي وأمين حارث وعادل تعرب، فضلا عن سفيان رحيمي. وأكد خليلوزيت خلال ندوته أن الثنائي يحيى عطية الله وجواد اليميق سيلتحقان بالمجموعة بعد ودية المنتخب الأمريكي نظرا لالتزاماتهما، خاصة الأول الذي يستعد لخوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي المصري يوم الاثنين القادم. وفيما يلي اللائحة الكاملة: حراس المرمى أنس أزنيتي الرجاء الرياضي، منير الكجوي هاتاي سبورت التركي، ياسين بونو إشبيليا الإسباني. في الدفاع: أشرف حكيمي باريس سان جيرمان الفرنسي، نصير مزراوي بايرن ميونخ الألماني، آدم ماسينا واتفورد الإنجليزي، سفيان شاكلا أولد بين البلجيكي، سامي ماي فرانك رافوزي المجري، غانم سايس ويلفرهامبتون الإنجليزي، نايف أكرد ستاد رين الفرنسي، يحيى عطية الله الوداد الرياضي، جواد اليميق بلد الوليد الإسباني. في الوسط: نجيد فيصل فجر، ثم سفيان أمرابط من فيرونتينا الإيطالي، وإيمان برقوق أنتريخت فرانكفورت الألماني، وإلياس شاعر بن كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، وعادل تعرف بن بنيفيكا البرتغالي، وعز الدين أناحي من أنجي الفرنسي، وسليم أملاح من ستاندارد ليج البلجيكي. في الهجوم: هناك سفيان رحيمي من العين الإماراتي، أمين حارث مارسيليا الفرنسي، منير الحدادي إشبيليا الإسباني، زكريا أبو خلال إيزيد ألكمار الهولندي، يوسف أنصيري إشبيليا الإسباني، أيوب الكعبي من الدوري التركي، ومطارق تودالي من جينت البلجيكي. وينطلق معسكر المنتخب الوطني نهاية شهر ماي الجاري وينتهي في منتصف شهر يونيو المقبل، إذ يضم ثلاث مباريات، بداية بمباراة ودية أمام المنتخب الأمريكي يوم الأربعاء فاتح يونيو القادم بمدينة سان ياسينتي في ولاية أوهايو الأمريكية، قبل أن يواجه جنوب إفريقيا يوم الخميس من التاسع منه بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، وليبيريا على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء يوم الاثنين 13 من نفس الشهر لحساب الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كان 2029. قال مدرب المنتخب الوطني المغربي وحيد خليلوزيتش إنه لم يحبذ ما صدر عن مساعده السابق مصطفى حجي، مشير إلى أن هذا الأخير قال عنه إنه عجوز ولا يفهم شيئا. وأوضح خليلوزيتش في الندوة الصحفية التي عقدها حاليا بالقول: لم أحبذ ما قام به حجي، هذا خطأي وأنا الذي خسرته ليكون معي، قال عني إنني عجوز ولا أفهم شيئا، سأذهب بعد هذه الندوة لإجراء حصة لتقوية العضلات وتعزيز الجانب البدني. وأدان الإطار البوسني الأصل تصريحات حجي والتي أدلى بها في أعقاب مغادرة منصبه كمساعد مدرب قبل مواجهة الكونغو الديمقراطية برسم الدور الفاصل المؤهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022. يذكر أن حجي اشتغل كمساعد مدرب مع ثلاث مدربين انطلاقا من بادو الزاكي ومرورا بالفرنسي هيربي رونار، ثم وصولا إلى الناخب الوطني الحالي وحيد خليلوزيتش. أكد الناخب الوطني وحيد خليلوزيتش أنه أحدث عدة تغييرات منذ تقلده منصب مدرب للمنتخب الوطني، مشيرا إلى أن تدخين الشيشة والسهرات والتسيب جميعها أمور لم تعد موجودة داخل معسكر الفريق الوطني. وأضاف خليلوزيتش أن خمس لغات توجد داخل المنتخب الوطني المغربي، وأنه عمد إلى إخراج دليل بجميع اللغات للاعبين لاتباع مجموعة من القواعد، وتابع: أردد باستمرار أن المنتخب الوطني فوق الجميع، وعندما أتيت إلى هنا لم يعد هناك وجود للاعبين يختارون المباريات التي يريدون خوضها، ولم يعد يخرج أحد من المعسكر للسهر، ولم يعد أحد يدخن الشيشة، كما أن كل لاعبي المنتخب أصبحوا يرددون النشيد الوطني ويشعرون بالثقل المسؤولية الملقاة على عاتقهم،
علما أن عددا قليلا كان يحفظون النشيد الوطني عندما تعاقدت مع الجامعة. ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن رومان غانم سايس قائد المنتخب الوطني المغربي يظل من الخيارات المطروحة في مفكرة نادي برشلونة للاستفادة من خدماته في الميركاتو الصيفي القادم بعد أن ينتهي عقده بالثلاثين من يونيو مع فريقه ويلفرهامبتون الإنجليزي. وأوردت الجريدة الإسبانية أن الدولي المغربي مرشح للتوقيع في كشوفات الفريق الكاتالوني إلى جانب خيارات أخرى مثل جول كوندي مدافع إشبيلية، مشيرة إلى أن سايس يحظى كذلك باهتمام جاد من قبل ريال بيتيز. واعتبر المصدر الإعلامي نفسه أن سايس يملك خبرة كبيرة بالنظر إلى تجربته في الدوري الإنجليزي الممتاز، فضلا عن بنية جسدية جيدة وقدرة كبرى على إخراج الكرة من المناطق الدفاعية والمساهمة في بناء الهجمات. وتبلغ قيمة التسويقية المغربي في بورصة اللاعبين 9 ملايين يورو حسب موقع ترانسبيرت ماركت، ويمارسه في صفوف الفريق الإنجليزي منذ صيف سنة 2016 بعدما انضم إليه من أنجيل الفرنسي. تجدر الإشارة إلى أن صمام أمان المنتخب الوطني مرشح بقوة لمغادرة ويلفرهامبتون في الصيف القادم، ويتواجد اللاعب حاليا في مرحلة التفكير في مستقبله ودراسة العروض التي ترد إليه.